السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة الأولى في مادة الفيزياء الإلكترونية، ورح نشرح بها المواضيع التالية. بالبداية رح نشرح موضوع الأتوم اللي هي الذرة، وراء رح نشرح موضوع الفالنس إلكترونز، وبالأخير رح نشرح الماتيريال used in electronics. الأتوم أو النواة، يمكن تعريف النواة بأنها smallest particle، أصغر جزيئة of element، للعناصر that retain the characteristic of element. يعني بأنه يمكن نعرف النواة بأنه أصغر جزء من العنصر ويحتفظ بجميع خصائص العناصر. كل element يحتوي على ذرة تختلف عن الذرة للعناصر الأخرى. مكونات الأتوم، مين تتكون أتوم؟ تتكون الأتوم من سنترال نيوكلاس اللي هي النواة اللي تحيط بها الإلكترونات. يعني الأتوم يتكون من نيوكلاس اللي هي نواة، والنواة تحيط بها يعني الإلكترونات، وتتكون النيوكلياس من 3 أجزاء أساسية: النيوترون اللي يكون uncharged particles يعني عديم الشحنة، وبروتونز اللي تكون الشحنة مالته موجبة positive charged particle، والإلكترونز اللي يكون negative charged particles. إذن أجزاء النيوكلياس هي 3 أجزاء: النيوترونز اللي يكون uncharged particle، والبروتونز اللي يكون positive charged particle، والإلكترون يكون negative charged particles. الكبر اتوم ستراكشر، الكبر اتوم اللي هي ذره النحاس تتكون من 29 الكترون. الالكترون وعندنا البروتونات والنيوترونات اللي هي هنا، لاحظ من خلال هذا الشكل باعلى السلايد باللون الاحمر، راح يكون البروتونات والنيوترونات مرتبطات مع النيوكلاس، ونرمز لها باللون الاحمر. هذا الدوائر الحمر مثل البروتونات والنيوترونات اللي هي مرتبطه بالنيوكلاس مالتنا. اما الالكترونات اللي هي باللون الاسود، فانه تدور حول النيوكلاس مالتنا اللي هي باللون الاحمر من خلال اوربت او شيل. ان لاحظ بانه ماكسيمم نمبر اوف الكترون موجود بالشيل الاول راح يكون 2 انتر بيع، ولاني مثل عدد الشيلات مالتي، فماكسيمم نمبر اوف الكترون راح يكون 2. بالشير الثاني راح يكون ماكسيمم نمبر اوف الكترون 2 في 2 تربيع، فتكون ماكسيمم نمبر اوف الكترون هي 8، وبالشير الثالث راح يكون 18، وبالشير الرابع راح يكون ماكسيمم نمبر اوف الكترون هي 32. لكن ذره الكبر تتكون من 29 الكترون، فبالشير الاول راح يحتوي على 2، بالشير الثاني راح يكون 8 فيصير 10، بالشير الثالث راح يكون 18 و8 يصير 26، و2 بالشيل الاول 28، فالشيل الاخير راح يحتوي فقط على الكترون واحد، فيكون ماكسيموم فيكون عدد الالكترونات لذرة الكبر هي 29 الكترون. ماكسيموم نمبر اوف الكترون ان شير اور اوربت، على مود نحدد ايش قد عدد الالكترونات الماكسيموم الموجوده في كل شيل، نطبق القانون التالي: Ne يساوي لنا 2 ان تربيع، حيث ان ال Ne شي يمثل لي الماكسيموم نمبر اوف الكترون الموجود في كل شيل، وال N شي يمثل لي عدد الالكترونات الموجوده بالشيل. ف ال Ne اللي هو ماكسيموم نمبر اوف الكترون موجوده بالشيل الاول، نطبق القانون 2 ان تربيع. زين، يعني عندنا مطور هو الشير الاول، فيكون عدد الان مالتي هو 1 تربيع، فراح تكون عدد الالكترونات مالتي الموجوده ماكسيموم الكترون الموجوده في الشير الاول راح يكون 2. الان اي بالشير الثاني، عندي الشير الثاني راح نطبق ايضا القانون 2 ان تربيع،
ال ان مالتي هو عدد الشير مالتي راح يكون 2 تربيع مضروب في 2، 2 تربيع النتيجه مالته 4 في 2 صرنا 8، فماكسيموم نمبر اوف الكترون بالشير الثاني هو 8. اما الان اي بالشير الثالث ايضا طبق نفس القانون، 2 في 3 تربيع 3 يمثل لي الان اللي هو الشير مالتي اللي هو الشير الثالث او الاوربت الثالث مالتي، 3 تربيع صار 9 في 2 يساوي 18 الكترونز بال ماكسيموم نمبر اوف الكترونز موجود بالشير الثالث. اما الان اي ماكسيموم نمبر اوف الكترون موجود بالشير الرابع ايضا طبق 2 مضروب 4 تربيع 4 يمثل لي الان اللي هو الشير مالتي اللي هو الشير الرابع، 4 تربيع النتيجه مالته 16 في 2 32، اذا ماكسيموم نمبر اوف الكترون موجود بالشير الرابع يكون 32 الكترونز. الفالنس الكترون يمكن نعرف الفالنس الكترون بالتعريف التالي، اذا جانا مثلا بالامتحان شو تعريف الفالنس الكترون؟ higher energy and less tightly bound when electron orbits are farther from the nucleus. يعني هو الالكترون اللي يكون الطاقه مالته عاليه واقل ارتباط بالذره مالتي عندما يكون الالكترون مالتي بعيد عن نيوكلاس. يعني إذا لاحظ من خلال هذا الشكل موجود بأسفل السلايد، يعني الأوربت الأخير يعني إن سلاح نسميه بأنه فالنس شير، هذا الأوربت الأخير نسميه فالنس شير، والإلكترون موجود بالأوربت الأخير نسميه فالنس إلكترون، واللي يكون بالإنرجي مالته عالي ويعني وقل ارتباط بالنواة مالتي. الالكترون بالتهايست انرجي دائما مثل ما شرحنا قبل شويه بانه وين يقع في الشير الخارجي بالاوتر موست شير اوف ذا اتوم، وارتباطه يكون كلش قليل بمن بالذره، ونسمي الخلاف الخارجي او الاوربت الخارجي اللي هو اوتر موست شير نسميه بالفالنس شير مثل ما موضحيه بالشكل مالتنا، ونسمي الالكترون الموجود بالخلاف الخارجي بالفالنس الكترونز. الماتيريال يوز ان الكترون يمكن ان نقسم المواد المواد اللي تستخدم بالالكترونز الى ثلاث اجزاء اساسيه او ثلاث مواد اساسيه، هي الانسوليتر اللي هي العوازل، والكونتاكترز اللي هي الموصلات، والسيمي كونتاكترز اللي هي اشباه الموصلات. هاي الانواع الثلاثه رح نشرحها بالتفصيل بالسلايدات القادمه. يمكن ان نعرف الانسوليترز اللي هي العوازل materials does not contact electric current under normal condition، يعني هي المواد اللي هي غير قابلة للتوصيل الكهربائي تحت الظروف العادية. هاي تعريف الانسوليتر اذا اجانا بالامتحان شلون عرفين عرف بانه الانسوليتر material doesn't contact electric current under normal condition. ومن خصائص الانسوليتر يكون الفالنس الكترونز اللي شرحناه بالسلايد السابق ار تايتلي باوند، يعني ارتباطه يكون ارتباط قوي بالنيوكلاس مالتي. والامثله على الانسوليتر هي الربر والبلاستيك والكلاس. هذا هسه عرفنا بهذا السلايد الانسوليتر اللي هي المواد اللي هي غير قابله للتوصيل الكهربائي، ويكون الفالنس الكترون مالته مرتبط ارتباط قوي بالنيوكلاس، والامثله مالته هي الربر والبلاستيك والكلاس. يمكن نعرف الكونتاكترز ماتيريال ار ايزيلي كونتاكت الكتريك كارنت، يعني هي المواد اللي قابله للتوصيل الكهربائي. الامثله عليها اكزامبل اوف كونتاكتر كبر اللي هو النحاس، السيلفر، الكولد، الالمنيوم. من خصائص الكونتاكتر بانه تحتوي على 1 فالنس الكترونز، ويكون يعني ارتباطه كلش ضعيف بالاتوم.
The contactor are characterized by atom with only one valence electron, تحتوي على الكترون واحد، ويكون هذا الالكترون very loosely bound to the atom، ارتباطه كلش ارتباط ضعيف بالاتوم مالتي، والالكترون مالتي اللي هو loosely bound valence electron راح يصبح free electron. يمكن أن نعرف السيمي كونتاكتر بأنه material that is between contactor and insulator and it is able to contact electrical current، يعني بأنه السيمي كونتاكتر أشبه الموصلات، يمكن نعرفها بأنه مواد تكون بين الكونتاكتر اللي هو الموصلات وبين الانسوليتر اللي هي العوازل، وتكون سيمي كونتاكتر نيتر كود كونتاكتر، وليست مواد قابلة للتوصيل تفصيل كهربائي جيد، وليست مواد عازلة جيدة. هي in pure state the semiconductor neither good conductor nor good insulator، هي ليست مواد قابلة للتوصيل وكذلك ليست مواد قابلة للعزل. الأمثلة على السيميكونتاكتر هي العناصر التالية، هي برون سيليكون وجيرمانيوم، ويعتبر السيليكون من أكثر المواد المستخدمة اللي تستخدم بالسيميكونتاكتر.